الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الثالث من شعبان لعام 40 و400 ألف، الموافق الثامن، ليلة الثامن الشهر الرابع لعام 19 2000، وما زلنا مع باب ما جاء في التطهير. يقول هاي الأحاديث، يقول الشيخ صالح فوزان، هاي الأحاديث والأثار في موضوع حكم الطيرة. طيب تفضل اقرأ. اللهم صل على محمد. آمين. تفضل. حديث ابن عمرو أنا عندي، ولأحمد تقدم معنى طيرة من الشرك، وأن المراد بها زجر الطير، أصله زجر الطير ليمضي في عمل أو يحجب عنه، وكأنه يحدد مصيره هذا الطير وتوجهه، أو بمرور بعض الطيور، أو بقوفها على بعض البيوت، أو بأصواتها. ومثله كل ما تطير به الإنسان، سواء من مسموع أو مرئي أو معلوم، كمن يتطير مثلا بوقت من الأوقات، أو بالشهر من الشهور، أو برقم الأرقام، كل ذلك لا حقيقة له، ولا يجوز أن يتردد المسلم من أجل صوت أو شكل أو صورة أو رقم، وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب، في هذا الباب كما يذكر الشيخ صالح فوزان، فيه بيان الفرق بين الفأل وبين الطيرة، الفأل الحسن الكلمة الطيبة، وكيف يعالج، وكيف، وبيان ما تعالج به الطيرة من الدعاء المشروع ومن التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ صالح فوزان، ولكن
ليس له أحد يعالجه ويقوم بشؤونه، فتوكل على الله وقم بمعالجة المريض، وقم بخدمته وتوكل على الله سبحانه وتعالى وأنت مأجور. فالله جل وعلا إذا علم من نيتك الإيمان والإخلاص كفاك سبحانه وتعالى. أما ما كنت في غنى عن مخالطته فلا حاجة بك إلى مخالطته، فأنت لا تقدم عليه من باب الأسباب. طيب، تقدم معنا أن العدوى اللي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم هو معتقد الجاهلي أنها تعدي بنفسها من غير مشيئة الله عز وجل، وهذا باطل. فكل شيء بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كل شيء مكتوب وكل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن لا يعني هذا أن ما تتم العدوى ولا ينتقل المرض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يورد يعني مريض على صحيح، يعني يورد الإبل على ماء في إبل صحيحة يجربها، أو قال عليه الصلاة والسلام أيضا وفروا من المجذوم فرارك من الأسد، والمجذوم جذام مرض، ابتعد عنه كما تفر من الأسد. فهذا من الأخذ الأسباب، الأخذ الأسباب لا ينافي التوكل. التوكل معناه ماذا؟ كثير من الناس يقول توكلت على الله ويسمع التوكل وقد لا يفهم معناه، أو يقول كلمة بلسانه دون أن يعمل بها بقلبه. التوكل من أعمال القلوب، التوكل عمل عظيم من أعمال القلوب، هو الصدق والاعتماد على الله عز وجل في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. فالمتوكل على الله هو الصادق باعتماده على الله عز وجل، ثقته بالله تبارك وتعالى. حتى أن التوكل لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، أو أتوكل على الله ثم على فلان، لا، توكل يكون على الله وحده. ولذلك قدم الله عز وجل في قوله وعلى الله فتوكلوا، لم يقل توكل على الله، قال وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون فليتوكل المؤمنون. فالتوكل يكون على الله وحده، ولا يجوز حتى يقول إنسان من ثقتي بنفسه أو لتكن عندك ثقة بنفسك، لا، النفس ليست محل الثقة، وإنما الثقة بالله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يتوكل على المسلم التوكل الصحيح وعلى الله وحده سبحانه وتعالى، ما يتوكل على المخلوق. والتوكل مراتب، ليس الناس في التوكل سواء. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، على ماذا يدل إيش قوله صلى الله عليه وسلم حق توكله؟ ها، أن الناس تتفاوت في التوكل، لكن هناك من توكله عظيم حق التوكل. فقال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تروحوا تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو أي تطير بالصباح الباكر، ليس عندها مخازن، الطيور ما تخزن شيء ولكنها متوكلة على الله عز وجل، فتغدو في الصباح خماصا، يعني معدتها خالية، فما ترجع آخر النهار إلا إيش؟ تروح بطانا امتلأت بطونها، متوكلة على الله. لكن هل تطير وتصيد ولا لا؟ ولا باقي في مكانها؟ لا، تطير وتصيد وتبحث. فالسعي والبذل أسباب لا ينافي التوكل، بل لا يجوز إنسان يقول توكلت على الله من غير أن يسعى، كما لو توكل على الله ويرجو منه الولد وهو لا يتزوج، كيف ترزق؟ كيف ترزق ولد من غير زواج؟ لابد أن تسعى وتتزوج حتى ترزق بالولد. فسعيك لا ينافي التوكل، والاعتماد على الأسباب هذا قدح في الدين. السبب ما هو إلا سبب لا تعتمد عليه، وأن تعتمد وتتوكل على من؟ على الله عز وجل. فإذا قالوا ترك التوكل طعن في الدين، وترك الأسباب طعن في العقل، يعني هذا ما عنده عقل الذي يقول إيش يريد الرزق متوكل على الله دون أن يسعى له، أو يريد الولد دون أن يتزوج، هذا عقله في شيء صح؟ قال الذي يترك الأسباب، ترك الأسباب طعن في العقل، وترك التوكل طعن في الدين. لازم تأخذ بهذا وهذا، تعتمد على الله، تتوكل على الله، تصدق في توكلك على الله مع الأخذ بالأسباب. تصيبك العدوى بإذن الله نعم، أما غير إذن الله لا. تأخذ الأسباب تبتعد عن المرضى، كما يقول الشيخ ما تباشرهم إلا إذا كان للضرورة،
كان يكون مريض ما عنده من يباشره، ما نتركه حتى يموت، أيضا يأخذ الأسباب الذي يباشره، مثل يضع كمام، يعني يلبس قفازين، يأخذ تطعيمات، ممكن كل ذاك إيش تعقيمات، يغسل يديه حتى لا يصاب بشيء. فهذا من الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. ماشي. إذن هذا العدوى التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي أن العدوى تقع، وإنما نفى معتقد الجاهلية أن العدوى تتم من غير إذن الله عز وجل مشيئته. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ويعجبني. سهل هذا سهيل بن عمرو مشرك جاء يتفاوض عن المشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما أرسلوا سهيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل لكم من أمركم، يعني تفاءل بهذا الاسم أن ستسهل الأمور بإذن الله عز وجل. نعم. وكان نعم. طيب، إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، الفأل كلمة طيبة، الدعاء الحسن، طمن لك إنسان تسمع كلمة طيبة، تسمع اسم حسن تستبشر خيرا، هذا لا بأس به، تأمل الخير هذا لا بأس به، بل كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك المطلوب منك أيها المسلم دائما تسمع الكلام، تسمع الناس الكلام الحسن، يعني بعض الناس ربما يعود مريضا فيقول لا حالتك صعبة، أنا أعرف واحد مثل حالتك ما كمل 3 أيام ومات، يصلح هذا؟ ما يصلح. لكن لو قال له إيش لا بأس عليك طهور إن شاء الله، صلى الله أن يجمع لك بين الأجر والعافية وإن شاء الله الأمور سهلة وسلامات، كل يوم كلها كم يوم إن شاء الله ونشوفك في المسجد، كلام هذا حتى لو كانت حالته خطيرة ترفع من معنوياته، لأن رفع المعنويات هذا يساعد في العلاج ويعجل بالشفاء بإذن الله عز وجل، بخلاف لديش تحطمه ببعض الكلمات ربما يعني يزيد في مرضه، بل يزيد في مرضه أكيد. وذاك العرب كانوا يتفائلون حتى بالكلمات، الكثير يسمونه جبير، واللديق يسمونه سليم، لديق بعقرب أو حية يسمى سليم، والصحاري المهالك يسمون فاوز، والمسحور يسمونه مطبوب، فيه طب يعني فيه سحر، كل ذاك من باب التفاؤل، وهذا مطلوب، وهو من الأدب الحسن أن إنسان يختار أطايب الكلام كما يختار أطايب الثمار، ما يسمع الناس إلا الكلمة الطيبة التي تدخل السرور عليهم، ما أن يأسهم رحمة الله ولا من ولا يتوعدهم بالخسارة أو الفشل، هذا خطأ، خطأ كبير. فإذا رأيت حتى لو رأيت ما لا يعجبك فحاول أن توصل المعلومة بأسلوب حسن، تفعل كذا وكذا في تجارتك، لكن لو فعلت كذا لكان أحسن، حاول تتنبه الشيء الفلاني، ما تقول له خسران خسران، هذا أنت مشروعك فاشل بين عين من أولى، ما يصلح، توفيق بيد الله عز وجل. نعم. نعم. قوله وما منا إلا ولكن الله يعجبه
نعم. وإنه يقع في نفس الإنسان شيء إذا رأى شيئا يكرهه أو يخاف شيئا ثم لا يتصرف ولا يتصرف تصرفا يخالف ما شرعه الله لا يؤاخذ على هذا. نعم، يعني قد يرد على الإنسان على قلبه شيء من الطيرة، لكن يدفعه بالتوكل على الله عز وجل وبالدعاء. ورود هذا الشيء على القلب دون متابعته لا يضرك. قد يكون إنسان سمع صوتا أو رأى صورة أو شكلا فصابه شيء من الطيرة، هو لا يتراجع عما هو فيه فليكمل. كونه ورد على قلبه شيء هذا لا يضر، لا يضر. لكن متى يضره؟ إذا ورد على قلب شيء وتابعه، قال لا، إذا كان الأمر هذا من بدايته رأينا هذا الطير أو سمعنا هذا الصوت أو رأينا هذا الحادث أو جاءنا هذا الرجل، خلاص مشروع فاشل، السفرة هذه راح يحصل مشكلة، غير رأيه وترك سفره أو عمله، هذا لا يجوز. أما مجرد أنه يرد على قلبه ويدفعه هذا لا بأس به. نعم. ذاك يشرع المسلم أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. من هو عبد الله بن قيس؟ أبو موسى الأشعري، مشهور بكنيته، اسمه أبو موسى الأشعري. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويكثر منها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. إذا علمنا أنها كنز فنحن نقصر في حق أنفسنا كثيرا. كنز لا، من كنوز إيش؟ الجنة. مجرد تقول هذه الكلمة، وأعظم فيها الكلمة إذا آمنت بها وتدبرت معناها، فإن المسلم يتبرأ من حوله ومن قوته ومن حول كل شيء وقوة كل شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. والحول هو معناه القوة،
أو الحول هو التحول من حال إلى حال، من حال الضعف إلى القوة، من حال الكسل إلى النشاط، من حال الفراش إلى الانطلاق إلى الصلاة. ما الذي يحولك؟ ما في شيء يحولك. وما الذي يقويك يمدك بقوة؟ ما في شيء إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك يخطئ كثير من الناس إذا قال لا حول لله. كيف لا حول لله؟ بل الحول كله لله والقوة كلها لله. الذي يقول لا حول لله تماما كالذي يقول لا قوة لله، مع أن القوة جميعا لله. وبعضهم يقول لحو هذه إلهي كنز من كنوز الجنة، ولا لحو إيش لحو إيش معناها؟ اختصار، تختصر الكنز من كنوز الجنة، ذكر عظيم هذا. فالواجب على المسلم أن يلتزم الأذكار الشرعية حتى ينال الأجر الثواب، وإياك أن تحرف فيها فربما تعطي معنى باطلا، كما قول بعضهم لا حول الله، لا لا حول ولا قوة إلا بالله. ينبه بعض العلم أن بعض الناس يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصيبة. المصيبة ماذا يشرع المسلم أن يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وإنما لا حول ولا قوة إلا بالله تقال إما مطلقا، لأن المسلم في كل لحظة يحتاج إلى حول الله وقوته، وإما يقول عندما يريد أن يستعين بها على عمل. ولذلك إذا سمع أحدنا المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما الذي يحولك الآن من فراشك، من عملك، من اشتغالك بالواتساب إلى الصلاة؟ من؟ الله عز وجل. فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، مستعين بها سبحان الله، يعينك الله عز وجل. هذا واقع ومحسوس ومجرب، أن الذي يجيب المؤذن ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله عندما يقول حي على الصلاة حي الفلاح فإنه يعان ويدرك الصلاة، بخلاف من لم يسمع المؤذن أو لا يجيب أو يسمع ولا يجيبه. فناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله عندما تدعى إلى الصلاة إلى الفلاح. حي يعني أقبل على الصلاة، أقبل على الفلاح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد التطير هذا إذا ورد على قلبك قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ صالح بن رحمه الله تعالى: وعرف أني اللهم لا خير إلا خيره، ولا طيب إلا طيبه، ولا إله غيره. لا خير إلا خيره، أي لا محالة أن يكون خيرا إلا الله سبحانه وتعالى. ولا طيب إلا طيبه، لا يصيبك شيء إلا بإذن الله وقدره ومشيئته ومسببه. لا خير إلا خيرك، واضح، لا أحد يجلب الخير إلا خيرك، إلا من خير الله عز وجل. ولا طير إلا طيرك، يعني لا يصيبك شيء مما يتطير به الناس يا عبد الله، الأمر بيد الله عز وجل. فإن أصابك شيء فهذا بمشيئة الله. نعم. قوله ولا إله غيره، لا معبود بحق سواك، وهذا اعتراف بالتوحيد ونفي بالشرك. والحاصل أن الطير وعالم هذه المثال: أولا التوكل على الله، ثانيا الغي وعدم التأثر بها، ولا تظهر على تصرفاتك وما كأنها وليدك. وثالثا أن تدعو بهذه الدعوات الواردة في الحديث: فإذا دعوت الله بهذه الدعوات فإن الله يعافيك من الطيرة ويرفقك بإعانته ونصره وتوفيقه، والله تعالى أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا إله غيرك، هذه كلمة التوحيد، يعني لا إله إلا الله. والتوحيد شأنه عظيم، من حققه دفع الله عنه كل أمراض القلب، الشرور والشكوك والضعف والوهن والطيرة وغيرها، بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك التوحيد لا يعتني به إلا أهله ويمتازون به، وكل الطوائف تحاربه، كل الطوائف وإن انتسبت الإسلام تحارب التوحيد. فبعضهم يحاربه محاربة صريحة، وبعضهم يقلل من شأنه، وبعضهم يشكك فيه، وبعضهم يعرض عنه ولا يتكلم في التوحيد، ولا كأن التوحيد هو أصل دين الله عز وجل. نعم. يعني بعض الناس قد يكون عنده مثلا عناية بالقراءات والتجويد والمدود والإخفاء ونحو ذلك والأسانيدها،
لكن لا يتكلم في توحيد الله. بعض عنده عناية بالفقه والروايات ونحوها لكن ما يتكلم في توحيد الله. بعض عنده عناية بدراسة الأسانيد والروايات والجمع بينها وتحصيل الأسانيد العالية وتحصيل السند المتصل إلى المؤلف، لكن أين التوحيد؟ لا عناية له فيه. وبعضهم قد يعتني أيضا باللغة والبلاغة لكن لا يعتني بالتوحيد. بل تجد بعضهم وإن كان بارعا في مجال من المجالات أو علم من العلوم إلا أنه في غاية الجهل في توحيد الله عز وجل. نعم عنده مثلا شهادات عليا في الفقه ولا أصول الفقه، وإلا به في توحيد الله عز وجل لا يفقه شيئا. ربما تسمعه يحلف بغير الله، أو تجد عنده تصوف، أو تجد من أهل الطرق والتعلق بالأولياء، وهذا من خطير جدا. لأن إذا بطل التوحيد بطل الإسلام والدين والإيمان، وخسرت الجنة، حرمت عليك الجنة ومأواك النار. هذا قول الله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وصدق من قال كل إناء بما فيه ينضحه. يعني هذا اللي عنده دعوة طويلة عريضة لو كان من أهل التوحيد ومعتنى التوحيد لظهر ذلك على كلامه، على دروسه، على مقابلاته، على تحقيقاته، في ردوده، في تقريراته. لكن إذا كان يعيش ويموت ما تسمع عنه شيء في توحيد الله عز وجل. معنى هذا ماذا يا إخوان؟ أن التوحيد له في خلل، حتى بعضهم يخفي نفسه فما يتكلم بالتوحيد. اتركنا من المسائل هذه، يقول كأنه إيش؟ مسائل خلافية. وبعضهم يقول التوحيد هو علم الكلام، التوحيد هو علم الكلام. أنا سمعت هذا بنفسي. بعض التوحيد له ثلاث أسماء، يسمى علم الكلام، ويسمى الفلسفة الإسلامية، ويسمى علم التوحيد. هذا التوحيد عندهم. وبعضهم التوحيد عنده ماذا؟ هو نفي صفات الله عز وجل، لأنه يلزم عندهم من توحيد الله عز وجل تعدد الذات. إذا كان الله عز سميع وبصير وعليم وقدير، معناه صار كم واحد؟ سميع هذا واحد، وبصير صار اثنين، وعليم صار ثلاثة، وقدير صار أربعة. فكلما تعدد صفات الله تعددت ذاته. فالتوحيد معناه ماذا؟ أنك تنفي صفات الله عز وجل حتى يبقى الله واحد لا متعدد. هذا هو التوحيد. من أصول المعتزلة التوحيد. ما هو التوحيد يا معتزلة؟ من أصولكم الستة التوحيد، وهو نفي صفات الله سبحانه وتعالى. فلذلك تجد المعتزلة من المعتزلة المعاصرين الإباضية ما تتكلم عن توحيد الله عز وجل، ما عندهم، ما تتكلم عن عبادة القبور، عبادة الأولياء، زيارة الكهنة، السحرة، بل يكثر عندهم السحر، ويتكلموا عن الكبائر، وأن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب مخلد في نار جهنم. كافر كفر نعمة، مش كفر بالله، كافر كفر نعمة، بس مخلد في النار ما يخرج منها. طيب والسحر؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المبيقات، والحديث في الصحيحين. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. ثاني كبيرة مهلكة موبقة السحر، ما تكلم عن السحر، ولكأن السحر من كبائر الذنوب، بل من السحر بل أكثره من الكفر بالله عز وجل، ومع ذلك لا يتكلمون فيه. تجد يتكلم القرآن مخلوق، وينفون علو الله عز وجل، وينفون صفات الله تبارك وتعالى، والذي يثبت الله صفات الله عز وجل يسمونه حشوي ويسمونه مجسم وإلى آخره. لكن دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، هذا ليس من دينهم، لا تسمعهم يتكلمون في هذا. لما؟ على عقيدة الاعتزال. التوحيد هو نفي صفات الله عز وجل. قال جل وعلا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، وقال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أكثر موضوع ذكر الله في كتابه وكرره بصيغ متعددة توحيد الله عز وجل، هذا أكثر شيء. لو بحثت حتى الصلاة لم تكرر ذكرها بقدر ما ذكر الله التوحيد، إما آمرا به أو نهى عن الشرك، أو ماذا فعل وأكرم به الموحدين، وماذا أعد لهم، وماذا فعل وعذب به المشركين، وماذا أعد لهم. وكل العبادات والأوامر هي من تحقيق توحيد الله عز وجل. شفت الصلاة لعمود الإسلام، إقامتها توحيد وتركها شرك. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
فقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ترك الصلاة، ترك الصلاة شرك وكفر، وإقام الصلاة توحيد الله عز وجل. فلا بد أن نعرف كل الطوائف إما تحارب التوحيد محاربة محاربة صريحة، وإما تقلل من شأنه، وإما تحرف فيه، وإما تسميه بغير اسمه التوحيد هنا في صفات الله عز وجل، وإما السكوت عنه وإهماله وكأن الأمر لا يعني. خلينا بالتجويد، ما لنا شغل بالتوحيد، بعض ما كذا يقول، خلينا مع التجويد فقط يجود، لكن وحد الله عز وجل، بين مسائل التوحيد، نفي الشرك والنهي عنه، مظاهره، حديث كتاب التوحيد لا يتطرق لها. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على التوحيد وأن يزيدنا منه وأن نلقى الله عز وجل عليه، ونكتب على قدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.